I heard about this from the page of Sheikh Ammar bin Ahmed on Twitter and Instagram. مرحبا فيكم في هذا الحدث اليوم بعنوان لقاء من الفضاء. أنا وايد مستانسن اليوم بشوف سلطان النيادي. خاطر اليوم أكلم عمي سلطان النيادي وعندي وايد أسئلة أسأله في الفضاء. Station, this is MBRC. How do you hear me? MBRC station, I have you loud and clear. Assalamu alaikum. السلام عليكم أخوي أبو راشد، إن شاء الله ترد لنا سالم غانم بالعلوم الطيبة اللي تشرفنا وتشرف كل شاب طموح عربي مخلص لبلاده والوطنه. هذه تجربة ربما يعني دليل أن ما في شيء مستحيل، والإمارات تخطو خطوات جبارة في مجال الفضاء. السلام عليكم، أنا اسمي محمد بن عمار، إيش حالك سلطان؟ السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد. سألت كيف ياكل في الفضاء وشو أحلى شيء كله في الفضاء. سألت سلطان النيادي إن كيف بتحتفل وأنت على متن محطة الفضاء الدولية. أول شيء بلبس هيل كندورته. مستانس وأنا بعد أحب أسوي مثل رأس فضاء. It's amazing. I'm very happy. أنا اليوم مستانس عشان حضرت هذا الحدث. شكرا. إن شاء الله راح أرسل لكم رسالة تهنئة من الفضاء، فبخليها مفاجأة، فانتظروني.